لا قدر الله الاصابات شكلها عامل ازاي يعني الاصعب؟ احنا اصعب اصاباتنا زي الكوره تقريبا، يعني اوحش اصاباتنا هو الرباط الصليبي، عشان ده بيقعدك فتره كبيره قوي ان انت ما بتلعبش، وفتره تانية علشان تبدا ترجع تاني، فده اكتر حاجه بتبقى تقيله عندنا في الرجبي. الحاجات التانية بيبقى كسر، بس بيبقى كسر خفيف يعني. والله عظيم جدا. الحاجات هي الايه؟ الكلمات الصغيره وعلى الماتشات عارف اللي هو عادي يعني، مش كسر صباع الكسر ايه؟ بس دي بتحصل. طب كل بابا وماما في البيت اخبارهم ايه معاك؟ يعني الموضوع ايه طيب؟ الاول ما كانوش فاهمين يعني ايه اللعبه، مش معنى اللعبه دي طيب، يعني ما في العاب كتيره قوي، بس هم لقوا ان انا يعني هي واخده من وقتي كبير، يعني وقت كبير قوي، وحاجه يعني بستمتع بيها، فهم مبسوطين الحمد لله. خلاص يعني بقت التصادمات والالتحامات والكلام ده بقى عادي بالنسبه لك؟ بقى عادي. اه بالظبط. اما حاجه تحب اللعبه وتجيب لنا بطولات، ده المهم ان شاء الله.